سيد بيار عقل موجود معنا اليوم مدير الأكاديمية البحرية بلبنان أو الأكاديمية البحرية مرخصة بلبنان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك International Maritime أكاديمي هيك اسمها الأكاديمية صار لها من 2018 حكينا عنها قبل مرة وشفنا قدي ممكن أنه تكون عم تخلق فرص عمل للشباب رح نحكي عنها بعد هالوقت إن تاون اليوم نحكي عن الانترناشنال انترناشنال ماريتايم اكاديمي اليوم معنا سيد بيير عقل مدير الاكاديميه وهي اول اكاديميه بحريه مرخصه بلبنان متخصصه بتدريب الطاقم البحري لليخوت اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك بلشتوا بال 2018 وحكينا عن هالاكاديميه وقلنا قد يعني رح يكون عندها مستقبل اليوم حتى بهيدي الازمه انتم عم بتوسعوا وعم بتكبروا وعم بيكون في فرص عمل إنه تكونوا عم تخلقوا؟ ولا بيني وبينك الازمه ساعدتنا مم. لانه اليوم الاكاديمي هي اكثر شيء عم تخلق فرص عمل للشباب اللبنانيه واحلى شيء بهالاكاديمي انه كل جمعه جمعتين بنوفي بنوظف حدا، كل جمعه جمعتين بنطلع تلميذ على البحر، كل ج... كل فتره والثانيه بيجينا تلميذ مبسوطين انه توظفوا بفريش دولار. مم. سو كان كثير مثل مباركه فور لثلاث اسباب كان فيها البيبل كان فيها الباشن وكان فيها Purpose هدفها الاساسي كان انه تخلق فرص عمل للشباب اللبنانيه وسبحان الله كانها تباركت وفتحت هالامور بوجهها وحتى على كل الاصعده كنا فيري ويل well backed اب ان كان من الدوله ان كان من من كل الكونتريبيوترز اللي كانوا معنا كلهم ساعدونا لوصلنا لها المرحلة. بلشنا بشي 600 متر. اليوم نحنا بشي 6000 متر مع swimming pool وهيوج, uh, like a gym و huge like يعني بتحسية one of the best the mm. Middle East. Hello. بتعرفنا أكثر على الأكاديمية ونجام تبع. When I joined the International Maritime Academy of Lebanon, it was because I wanted to travel the world. I didn't think much of a career at sea, but now this is where I feel at home. The International Maritime Academy is truly unique. It's the first private maritime academy in Lebanon to be fully accredited by the Lebanese authorities and various international accrediting bodies, offering professional training and outstanding guidance for high paying maritime jobs, namely captains, officers, deckhands, and even the hospitality crew. Become part of the maritime world. Join me at the International Maritime Academy and be part of the family. الرحله بالبحر يعني بحاجه لعدة عناصر وعوامل خاصه انه خلص بتكون مفصوله عن اليابسه فيعني في كل الطوارئ لازم تكون موجوده فيها، خبرنا شوي شو هي فرص العمل يلي موجوده آه نحنا نحن اول شيء بلشنا بالكابتن اللي بياخد سنه ونص سنتين مع السي سيرفيس بيطلع من ترمينال ثلاث سنين وبيطلع رجعنا شفنا انه في شباب كمان حابين يفوتوا بدون ما يكون معهم ترمينال خلقنا لهم شيء اسمه دكهند هاند وحسينا كمان في صبايا شوي ترددوا انه يعملوا كابتن خلقنا لهم الستيوارت وسنت الجاي خلقين الميرشنت فاسل اللي هي كابتن تبع البواخر الكبيرة لكن البحر ما بيوقف بأي أزمة مشان هيك فتنا وحبينا نستثمر بهالموضوع شغلة من شغلات اليونان اليوم اللي خليها توقف على إجرية هو القطاع البحر تبعها بقى مشان هيك قلنا ليش مش بلبنان وحمد الله عم نلاقي كثير نتائج حلوه واليوم هلا انا وجاي لعندكم يمكن في اكثر من 50 60 تلميذ عم بيعملوا انترنس اكزام <applause> كل العالم حبينا وعم تخلق لهم فرص عمل واحلى شيء عندي بس اوصل الصبح يقولوا لي وظفنا ثلاثه وظفنا اربعه بهيك وضع اكيد <applause> <applause> عم نشوف على كل حال الصفوف عم نشوف كمان التمارين شو 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 بيتطلب يعني هالتلات سنين شو بيكونوا عباره عن شو؟ بياخذ طبعا كل شيء سيفتي ماجر سيفتي فاير فايتنج كل الاس تي سي دبليو كل الايمو بروسيدجرز اللي بدهم اياها طبعا الكابتن بده يكون معه ترمينال لانه مضطر ياخذ في عنده ماتيماتيك كورس في عنده كورسز يعني بده يكون بها قياده البال 100% بياخذ مانجمنت كورس تو ليدرشيب كورسز والداك هاند يكون بيكون عنده قوة بدنية بيكون على الحبال يعني مور أكتر عامل يعني يد عاملة فيها وستيورس بدها طبعا بروفيل بروفيل مهضوم وتمشي فيها وعم بيبرموا العالم ومكتبهم هو اليخت شو بدهم أحسن من هيك حلو كنت عم تقول لي يعني الموظفين بهالقطاع بيشتغلوا وقت يكون البحر رايق طبعا يعني اجمالا بالصيف وبقيه اشهر السنه بدلهم عم ياخذوا معاشاتون ومرات بيطلع بحر حلو مرات يا اخت كبيره بيطلع اني يعني عم نحكي نحن 30 متر اند اباف يعني كلهم اللي الكبيره بيطلعوا بكل الوقت والدك هنديه بيروحوا على شركات الشحن كمان شركه الشحن تعرف البحر ما بيوقف لا بالصيف ولا بالشتاء للشحن سو الدك هنديه بيطلعوا هوني كمان وبيلاقوا فرص عمل وكلهم بيدفعوا فريش دولار لالهم سو الحمد لله اجت بوقتها يعني. بوقتة ايه؟ آه عم بتقول انه كمان رح يكون في للبواخر الكبيره آه تمر إيه يعني تدريب هو تدريب مختلف؟ ايه طبعا آه كمان ثلاث سنين بس مختلف؟ كمان ثلاث سنين بس نوتيكل ساينس يعني بفوت ليتل بيت بالنوتيكل ساينس ونحن هون بدنا نفوت كمان بفرع التربيه مم. نحن هلا مرخصين من النقل وقريبا حنترخص من التربيه اتس a فول بروجرام نعم. فيديو صغير كمان بيعرفنا أكتر على البرنامج ونشوف كيف الطلاب عم يقدروا يكونوا يعني مستعدين لاول رحله بالبحر بتخبرنا اكيد عنها بعد شوي بنشوفها بالفيديو لقيادة اليخت أو قيادة الباخرة لازم يكون في ترمينال مزبوط لبقية الوظائف في أعمار معينة أو في صفوف معينة 18 18 ويكون أكيد يعني بيحكي إنجليزي هي أهم شغلة 18 تيكون عم يبلش دراسته مزبوط كمان التدريب هو ثلاث سنين لا الداك 45 آه. يوم اه اوكي هالقد قصيرة وشهرين الستيوارت وبعدين بصيروا ياخذوا في في فيرست ستيوارت سكند ستيوارت <applause> قلت انه في انترنس اكزام طبعا لقيادة البواخر وللبقيه كمان يعني في بروفيل معين تقبلوه طبعا في فيزيكال <applause> تيست اكزام اول شيء وفي فتنس اكزام وفي اي كيو اكزام وانجلش اكزام <applause> وفي اذا بحب البحر ولا لا؟ وفي اكيد اذا بحب البحر ولا لا سويمنج <applause> ب... اكزام اكيد إيه يعني 100% واذا ما في ما بيعرف يعني بنساعده نحن <applause> وي كان سبورت اذا عنده كل البقوه المضبوطين ايه ضروري اليوم من 2018 لهلا اكيد انتم كمان يعني خبرتكم كبرت بعد وقلنا انه فتوا بمجالات عديده لهلا كيف كان وضع التلاميذ عندكم؟ نحن اه تقريبا صرنا مخرجين 40 تلميذ من 2018 مم. في تقريبا شي 23 توظفوا من من عنا نحن مزبطين وفي بقوا هن لقوا لوحدهم مش وهي الكلمه الحلوه اللي خلت العالم تيجي وتكون عندنا اقبال لعنا على الاكاديمي مين المدربين وعلى اي اساس كمان اوكي يعني. نحن عملنا مثل جوينت فانشر مش تريل جوينت فانشر اكريديتيشن جبنا من مالطا مالطا هي ذا فيرست فلاج وورلد وايد يعني بس يطلع التلميذ من عنا ويقول عندي مالطا آه، سيمنز باسبورت آه، حيلا شركة يخت ولا حيلا آه، يوت مانجمنت كومباني دغري بياخدوه مثل عم بتقولي هارفرد اوف ان ذا بزنس مثلا نعم. بقى مشان هيك عملنا وحطينا آه، علينا الليفل تبعنا تيكون ماتشنج ذا انترناشونال ستاندرد يعني بيجوا مدربين من مالطا؟ بيجوا مدربين من مالطا إيدر أونلاين اور فيزيكال وبعدين اخذنا آه، كان عندنا شغله كثير حلوه اخذنا كثير ادميراليه من الجيش اللبناني المتقاعدين مم. وطبعا هو اللي فيهم البركه وعملنا لهم تريند ترينر واليوم المستوى تبعهم از اكستريملي ات فيري هاي ليفل اليوم اول رحله بالبحر للطالب بتكون صعبه ولا خلص بيكون بعد كل هالوقت تمرن وصار مرتاح نحن عندنا فليت صغير يعني بنعوده من بنعوده من كيف يطلع بنعوده كيف ينزل قبل ما نطلع نبعته على السوق يعني قبل ما يفوت بكون عم بياخد كل هالأدبتيشن للبحر او العلاقات يلي بتكونوها يعني لحتى اللي تكونوا عم بتامنوا فرص عمل كيف بتصير؟ يعني مثلا اليوم انا طالع على اليونان بالبحر مع تلاميذ وكابتنيه من عنا هلا الساعه 7 ماشي من المارينا رايحين نعمل ديل مع يوت مانجمنت كومباني هونيك تشارتر لحسن حظنا كمان فيها لبنانيه ومنروح لهونيك بنقول لهم مثل نحن مثل سبورت ولا بروفايدرز لكرو كرو بروفايدرز سو بس يخلص من عنا بنشوف سيلكشن نحن اوف ذا جود وان لنضلنا محافظين على الايمج تبعيتنا وبنبعثهم لهونيك وببلشوا معهم يعني وي سبورت از كارير ديفلوبمنت يعني قد ما فينا بنجرب نعمل عقوده ليطلبوا منا لنبعث تلاميذنا امتى بتبلش السنه الدراسيه؟ بعد لل... 25 طالب. اكتوبر مم. وبعد في مجله الالتحاق بهالبرنامج إيه. إيه اما البرامج الصغيره يعني البرامج الصغيره بتبلش بنوفمبر وكل شهرين نعمل دوره في دوره جديده اهلا وسهلا فيك سيد بيير عقل مدير الاكاديميه البحريه بلبنان شكرا لوجودك معنا بتمنى لكم كل التوفيق اكيد وفي هلا بنرجع نتابع لايف